لدى حضور سموه لحفل توزيع جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة للعمل الخيري، أكد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تشجيع الحكومة لكافة المبادرات التي تنمي ثقافة العمل الخيري في المجتمع وتعزز من قيم العطاء بين أفراده. أكد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لأن البحرين قد وفرت البيئة الخصبة التي تعزز الأعمال الخيرية والتي تعاظمت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، لافتا سموه إلى أن الحكومة هيئت كل الإمكانات التي تشجع الشباب للانخراط في الأعمال الخيرية وتنمي النازع الخيري فيهم بما يخدم وطنهم ومجتمعهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الوالد خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأعرب سموه عن الاعتزاز بالمبادرات الخيرة لسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة في الأعمال الخيرية والتي انطلقت منذ قرابة 10 سنوات وبدأت في الاتساع في أهدافها وطموحاتها حتى تجاوزت النطاق المحلي إلى الإقليمي، معربا سموه عن تهانيه للفائزين بجائزة سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة للعمل الخيري وفاء لأهل العطاء 2018. هذا وكان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء قد تفضل فشمل بحضور سموه الكريم حفل توزيع جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة للعمل الخيري وفاء لأهل العطاء 2018، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية. وقد ألقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة كلمة خلال الحفل أكد فيها أن كل مسعى محصلته خدمة البشرية فهو محفوف بعناية الله عز وجل، مضيفا سموه أن العمل الخيري جزء أصيل من الفضائل التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف والتي يجب أن تكون علامة فارقة في مجتمعاتنا الإسلامية لأنها أصل في ديننا الحنيف. يطيب لنا أن نرحب بكم في هذه الأمسية لنحتفي وإياكم بكوكب من رموز الخير والعطاء الذين قدموا الكثير من البصمات والعطاءات الإنسانية والخيرية التي تعتبر نماذج مضيئة في عمل الخير والعمل الإنساني وخدمة المجتمع. ومن هذا المنطلق فإننا نجد أن الخير في مملكة البحرين عطاء منهم دون انقطاع، لأن أهل هذا البلد وهم أهل الخير بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتطلعات سيدي صاحب السمو الملكي الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي توفر البيئة الخصبة التي تعزز قيم العمل الخيري في المجتمع، كما أنها تهيئ كافة الفرص لإنجاح المبادرات التي تصب في هذا الجانب. واستذكر سموه بكل المحبة والتقدير والعرفان الدعم اللامحدود الذي تلقاه مبادرات العمل الخيري من لدن سمو الوالد العزيز الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي لولا تشجيع سموه وإسناده لما وصلت الجائزة إلى ما هي عليه اليوم. وأكد سموه أننا إذ نحتفل بالنسخة الخامسة من جائزة الوفاء لأهل العطاء نكون قد أتممنا 10 أعوام من إطلاق أولى مبادراتنا من العمل الخيري، والتي كانت جائزة الابن البار والابن البارة في عام 2008، 10 أعوام مضت تعلمنا منها الكثير وعملنا على تطوير هذه الجائزة حتى وصلت اليوم لتتسع مختلف مجالات العمل الخيري. وشدد سموه على أنه لا يمكن أن نستطرد في ذكر العمل الخيري دونما أن تستوقفنا المحطات المضيئة والإرث العظيم لشخصية وقامة وطنية وهو سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة
طيب الله ثراه، والذي كرس حياته لخدمة الإسلام والمسلمين، وهو أعلى مراتب العمل الخيري، حيث ارتبط اسمه بالكرم والخير والشهامة ومد يد العون للجميع دون تفريق، وقام بتأسيس وإنشاء العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية. وخلال الحفل تم عرض فيلم وثائقي عن إسهامات سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة طيب الله ثراه في مجال العمل الخيري. بعدها قام سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتسليم جائزة تكريما لدور سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة طيب الله ثراه في العمل الخيري، تسلمها معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، كما قام سموه بتوزيع جائزة سموه للعمل الخيري على المكرمين.